اهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا في كل مكان وحلقه جديده واحنا في عيونهم. حلقتنا النهارده مميزه جدا، بنتكلم فيها عن الصداقه. مين فينا مش فاكر اول صديق اتعرف عليه في طفولته لما كنا بنقوم من النوم فرحانين ومتحمسين جدا جدا عشان هو اول حد هنشوفه اول ما ندخل من بوابه المدرسه، وقد ايه كنا بنبقى زعلانين لما اليوم يخلص ونضطر ان احنا نسيب بعض ونروح. كانت أيام جميلة عدت عليها سنين طويلة، لكن لحد دلوقتي لسه فاكرين أوقاتهم الحلوة وفاكرين تواريخ بمواعيدها كانت مليانة بالمغامرة والسعادة والفرح والتهور وكمان العقل. ولحد دلوقتي أصدقائنا جزء مهم جدا جدا من حياتنا، أو بمعنى أصح هم أحلى حاجة في حياتنا، بيشاركونا في كل حاجة. هي روح جميلة بتشاركنا بتشاركنا في أفراحنا وفي مشاكلنا وفي حزننا وفي سعادتنا، قلب بيحس بهمنا وروح معانا في كل مكان، وفي الفرح موجودين وفي الحزن موجودين. مفيش أجمل من الصداقة، وطبعا أكيد كلنا نفسنا أن أطفالنا يبقى عندهم أصدقاء حقيقيين، وفي الحقيقة أن دي حاجة مهمة جدا جدا صحيا ونفسيا للطفل أن هو يكون عنده صديق، بس مش أي صديق، صديق حقيقي يتعلم منه كل حاجة حلوة ويتعلم معاه الحاجات الجميلة اللي ممكن أن احنا نحب أن ولادنا كلهم يكونوا بيكتسبوها او بيتصرفوا عن طريقها. طيب لو انا ابني مش ما قادر يكون صداقات او عنده مشكله في ان هو يبقى عنده مهارات اجتماعيه يكون بيها صداقه، وفي الحقيقه دي مشكله كبيره جدا الفتره دي بسبب ان السوشيال ميديا مؤثره جدا على الاطفال، فبقى الموبايل حل مكان الصاحب والصديق، ونص وقت اطفالنا بقى موجود الطفل على العالم الافتراضي مش على العالم الحقيقي ومع الاصدقاء الوهميين. أنا ساعتها أتصرف إزاي كأم؟ النهاردة معنا فيديو هو بيبسط لنا الموضوع أو بيدينا الخطوات الأولى اللي نقدر نعملها أو نتبعها مع أطفالنا علشان نغير فيهم الفكرة دي، أو نبدأ نعرفهم إزاي يتعاملوا بالمهارات الاجتماعية اللي الموبايل خلاهم مشغولين ومش قادرين إن هم يكتسبوها. هنشوف إزاي إحنا هنتصرف مع أطفالنا أو إزاي نقدر نعمل معاهم إيه في خطوات بسيطة قوي وبشكل غير مباشر علشان ما يضايقوش مننا او ما ينزعجوش مننا. ودلوقتي خلينا مع بعض نشوف الموشن الجاي. شفنا مع بعض الفيديو اللي فات وازاي خطوات بسيطه قوي ممكن نبدا نغير من سلوك اطفالنا ونخليهم عندهم دافع وحافز ان هم يبقى لهم اصدقاء. وفي الحقيقه ان الدراسات النفسيه الاخيره اللي اتعملت على الاطفال وعلى تاثير الصداقات او التعامل ما بين الاصدقاء وصحه الاطفال النفسيه اثبتت ان في علاقه وثيقه جدا او تاثير قوي جدا ما بين التعامل مع الاصدقاء وصحه الاطفال النفسيه والمراهقين كمان. وعلى فكره ولينا كلنا، يعني هي الدراسه اتعملت على كل الاشخاص لكن كان التاثير اقوى كمان على الاطفال والمراهقين. وكل العلماء اجمعوا ان بقى ان في حاله وجود عدم مجتمع اصدقاء او الطفل بيبدا يتعامل معاه بشكل جماعات او بشكل مجموعات بيأثر بتاثير سلبي مباشر على الطفل في صحته النفسيه من خلال انه بيبقى عنده اكتئاب وخجل وانطوائيه وتوتر وقلق، وبيأثر كمان على صحته الجسميه او الجسديه بان هو بيبقى عنده قابليه للاصابه بالامراض بشكل اكبر، وكمان ان معدل شفاء الامراض بيبقى عنده اقل بكتير من الطفل اللي بيبقى عنده مجتمع متفاعل حواليه او مجموعه من الاصدقاء، وكمان له تأثير سلوكي سلبي جدا خاصه جوه المدرسه، لان الطفل بيبدا يتعامل بعدوانيه شديده جدا وتخريب وعصبيه لانه بيحاول يلفت نظر إدارة المدرسة وزمايله ومدرسينه إن هو موجود. وطبعا ما فيش أسوأ من إن الأم يجي ابنها يقول لها يا ماما أنا صحابي مش بيحبوني، أنا ما حدش بيرضى يلعب معايا، أنا ما حدش بيرضى يكلمني، أنا البريك كله بقعد فيه مش بلاقي حد من الأطفال بيجي لي ولا بيشاركني لعب، ولو حتى أنا رحت عشان ألعب معاهم هم مش بيرضوا يلعبوا معايا. أظن دي أسوأ حاجة ممكن أي أم أو أي أب يتعرض لها. علشان كده إحنا بنحاول طول الوقت إن احنا نعلم ولادنا المهارات الاجتماعية المناسبة. في الحقيقة احنا
اول صديق للطفل، بابا وماما هم اول صديق للطفل، هو مننا بيتعلم ازاي يتعامل، ازاي يتفاعل، ازاي يحترم الدور، ازاي يعترض، ازاي يقبل، ازاي يتحاور. فاحنا اول صديق الطفل بيتعلم منه ازاي يكون صداقات. فلازم نقول مثال مثال يعني يحتذى به، لازم ازاي نكون احنا صديق حقيقي. ودلوقتي هنشوف تطبيق الجامعه كنا احنا عملناه مع الاطفال والمراهقين، ازاي الاطفال ممكن يكتشفوا نفسهم ويكتشفوا اصدقائهم من خلال البيئه اللي احنا بنوفرها لهم. تعالوا معانا نشوف الفيديو اللي جاي ونرجع تاني، اوعوا تروحوا في اي حته. Thank you.
ورجعنا لكم تاني وشفنا مع بعض الفيديو الجميل ده. ده كان تطبيق لفكرة احنا ازاي نكتشف نفسنا ونكتشف اصدقاء جدد. وطبعا كان ممنوع استخدام الموبايل والتكنولوجيا واستغنينا عن اصدقاء السوشيال ميديا وعشنا تجربة حقيقية مع اصدقاء حقيقيين اكتشفنا بيها عالم جديد. انا النهاردة جايبة لكم ابطال الفيديو معايا علشان هم بنفسهم يحكي لكم احنا عملنا ايه. اتفضلوا يا شباب. مساء النور، انا رامي هشام في مدرسة حطب انترناشونال سكول، عندي 17 سنة ويعني كنت مبسوط قوي ان خدت التجربة دي معاكم. ربنا يخليك يا رامي. انا سلمى احمد في حطب انترناشونال سكول جريد 10 والكامب كان اكسبيرينس تحفة، مبسوطة ان انا مريت بيها. انا ندى ايهاب، عندي 13 سنة في مدرسة حطب وكانت تجربة جديدة جديدة ليا اني اجرب. انت كنتي جميلة يا ندى، انت وسلمى. انا جنى كريم في جريد 8 في حطب انترناشونال سكول والكامب انا عملت فيه حاجات كنتش اتخيل ان انا ممكن اعملها اصلا. احنا لسه هنتكلم كتير عليه. انا رنا ايهاب، عندي 16 سنه وبرده في حطب انترناشونال سكول وفي الكامب ده عملت يعني واجهت حاجات ما كنتش متخيله ان ممكن اواجهها في الكامب اساسا، ما كنتش متوقعها خالص. طيب قولي لنا بقى رنا، هنبدا منك بقى بما ان انت يعني قلت لنا على الكامب انت كنتي اول يوم عايزه تروحي، فاكره؟ واتصلتي بمامي وحد يجي ياخدني دلوقتي حالا، انا عايزه امشي من هنا ليه؟ ما كنتش متخيله ان احنا في الجيل بتاعنا ده ممكن اعرف اقضي 3 ساعات ورا بعض من غير ما ابقى ماسكه التليفون، بما ان احنا بقينا معتمدين عليه طول حياتنا. فكنت فكره ان انا اخد التليفون ساعه واحده بس في اليوم كانت حاجه صعبه عليا، وكانت لو حسيت ان انا لا هموت من الزهق او هموت من يعني لا مش هعرف هعمل ايه في بقيه اليوم. هو انا هعمل ايه في اليوم يعني الوقت هيضيع ازاي لو انتوا خدتوا مني الموبايل؟ تمام. ما كنتش مصره ان انت تمشي؟ كنت عايزه امشي، كنت خلاص واخده القرار وحد يجي ياخدني او هروح انا بمعرفتي. كنت لا كنت عايزه امشي. الحمد لله على اخر اليوم كنت الموضوع عجبني جدا وقررت ان اقعد. قررتي ان انت خلاص هتقعدي هتاخدي التجربه؟ ما طلعتش حاجه صعبه لا، وبل انبسطت باليوم اكتر، حسيت بال 24 ساعه بتوعي. تمام. طيب سلمى بقى، سلمى عشان سلمى كانت حكايتها بقى حكايه كبيره جدا جدا. سلمى تقريبا جالها شبه انهيار عصبي تقريبا يعني، وكانت مشكلتها مشكله كبيره قوي. احكي لنا يا سلمى. هو انا يومي كله بيضيع في الموبايل يعني صحابي كل حاجه، فال 24 ساعه بالنسبه لي قبل الكامب ما كانش ليهم معنى لو مش هكلم صحابي. فاول يوم كان عباره عن عياط بس، ولما خدت الموبايل مش من غير الموبايل. لما خدت الموبايل اخر ساعه دي ما رضيتش اسلمه تاني اصلا، بس سلمته يعني. بس بصراحه حسيت ان الحياه ليها معنى اكتر بكتير من غير الموبايل. يعني ما لو كان معايا الموبايل طول اليوم ما كنتش هقرب اكتر مثلا من جانا ومن رنا من اي حد. فلا بصراحة الموبايل بياخد مني يعني كتير. حسيتي انها كانت فكرة كويسة ان احنا كان من ضمن الرولز ان لازم تسلموا الموبايل؟ بصراحة طيب جانا، انتي وسلمى كنتوا مع بعض في الكامب لكن انتوا ما كنتوش تعرفوا مع بعض بعض عشان انتوا كل واحد في جريد مختلف. احكي لنا عن الصداقة اللي اتولدت في الكامب. احنا مكناش صحاب خالص، مكناش نعرف بعض خالص، مكناش اصلا اللي هو مفيش كلام ما بيننا اصلا. بس بعديها انا مكنتش هكون مع حد في الاوضه، فمكنتش عارفه اكون مع مين. فكان ايمان ولوما كانوا مع بعض، فبعد كده قلت لهم انا هكون معاهم. فمن ساعتها بقى احنا اللي هو مع بعض في اوضه واحده، فاللي هو لازم حاجه اكتشفت. وبعدين غير كده انا فضلتوا اصدقاء بعد الكامب مش كده؟ ستيل لحد دلوقتي. ندى قولي لي، ندى انت عندك كام صاحب على السوشيال ميديا او كام صديق على السوشيال ميديا؟ لا ما اعرفش يعني عندي كام، بس يعني انا ما كنتش اعرفهم يعني كنتش اعرف جانا وسلمى، كنت اعرفهم كاسم بس ما كنتش عمري ما جربت اتعامل معاهم. طيب وفي الكامب لما اتعاملتي معاهم؟ لا حسيت ان انا لا، يبقى انا يعني في حاجات كتيره ان كان لازم اتعرف عليهم الاول وكده. بس انبسطت جدا ان انا اتعرفت عليهم، والكامب جمعتنا كلنا مع بعض ولحد دلوقتي اصحاب. نقعد نفتكر دلوقتي يعني حسيت ان هي تجربه جديده وتجربه حلوه. طيب تمام. اي طيب احنا عندنا فاصل دلوقتي، هنطلع فاصل ونرجع تاني، اوعوا تروحوا في اي حته. ورجعنا لكم تاني ومع اصحابنا. خلينا نشوف رامي، انتوا كنتوا عارفين الرولز الخاصه بالكامب وانه فعلا ممنوع ان انتوا تستخدموا الموبايلات، رغم كده انتوا قلتوا ان احنا ما كناش نعرف ليه؟ عايزه اعرف كنتوا ناويين على ايه.
قولي عايزة أعرف الخطة الشريرة. طبعا رامي كان يعتبر من أكبر الولاد اللي كانوا معانا سنا، وإحنا اكتشفنا فيه موهبة جميلة جدا هقول لكم عليها دلوقتي. يلا قول احكي لي الأول المؤامرة بتاعتكم. وإحنا والله ما كناش عاملين مؤامرة، بس يعني انا يعني في ناس كانت عارفه الرولز وناس كانت عارفه، انا كنت مش عارف او يعني كنت عارف بس كنت حاسس. فكنا قلنا خلاص كل واحد ممكن يجيب موبايل زياده تاني ويطلع شريحه يحط يحطها في التليفون التاني وخلاص، هو هنسلمكم موبايل ما فيهوش شريحه وخلاص. بس بقى ما عملناش حاجه، ما عملتوش حاجه، ما قدرتوش. اه ما قدرتوش، كان في قياده قويه. كان في قياده قويه جدا. طيب انا عايزه اعرف بقى الاكتشاف اللي اكتشفته بقى في نفسك وقت الكامب. انا شفت رامي وقت ما جه اول يوم الصبح شخصيه، وفي اخر اليوم انا كنت شايفه شخصيه تانية خالص. فعايزه اعرف، عايزاك انت اللي تحكي، عايزاك انت اللي تقول. طب تقولي حضرتك. لا انا عايزاك انت اللي تقول. الشخصيه القياديه اللي بدا ياخد باله من اصحابه الصغيرين. رامي ما كانش بيرضى وقت الوجبات، ما كانش بيرضى يقعد ياكل ابدا ابدا الا لما يتاكد ان كل اصحابه وزمايله قعدوا اكلوا وخلصوا اكل كمان. هو كان بيستنى للاخر خالص مع المدربين لحد ما يطمن كل اصحابه اكلوا. عايز اعرف يعني احساس القياده والمسؤوليه ده جالك ازاي يعني. يعني هو عادي، انا بعتبرهم كلهم زي اخواتي الصغيرين، فاللي هو انا عايز اطمن ان كله تمام، كله ما فيش حاجه مضايقاه، كله يعني مبسوط، كله اكل، كله كده بتاع، عشان ابقى مطمن ان يعني خلاص هم تمام. طيب. وبعدين بقى انا اشوف نفسي. برافو عليك يا رامي، بجد كنت رائع جدا. بس كانوا بيسمعوا كلامك صح؟ مش كلهم، معظمهم. ليه بقى؟ عايز اعرف ايه السر بقى، عايز اعرف ايه السر لما كانوا يعني يبقى في شويه تمرد كده. وبعدين اقول لك رامي ممكن تقول لهم يسمعوا الكلام، فكانوا بيسمعوا كلامك. عايز اعرف بقى ايه السر ان هم كانوا بيسمعوا كلامك. خلاص بقى بيعتبروني اخوهم الكبير وبتاع، ويعني بيسمعوا عادي. انا هقول لك هم اللي بيسمعوا كلامك يا رامي، عشان هم كانوا شايفينك ايدل، هما كانوا معجبين بيك وحاسين ان انت اكبر منهم وليك شخصيه مختلفه، عشان كده هما كانوا معجبين بيك، عشان كده كانوا بيسمعوا كلامك. يمكن بقى حضرتك ادرى. طيب انا احنا المفروض النهارده يا ولاد حلقتنا اصلا عن الصداقه. طبعا الروح الصداقه اللي نشات ما بينكم في الكامب كانت حلوه جدا جدا، وكانت واصله لكل اللي موجودين، كنتوا متعاونين. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا نفسي اكتسبت اصدقاء جداد. انا اعتبرتكم اصدقائي من اليوم الاول اللي احنا قضيناه مع بعض. حقيقي حقيقي انا اعتبرتكم كل واحده فيكم هي صديقه ليا. يعني يعني اتمنى ان يكون نفس المشاعر دي بالنسبه لكم انتوا كمان. طيب خلينا يعني نبعد شويه عن فكره الكامب ونتكلم عن الاصدقاء بقى اللي في حياتنا وحوالينا طول الوقت. قولي لي يا سلمى، لو ماما اعترضت على صديقه معينه من اصدقائك وقالت لك ان انا مثلا انا مش مبسوطه ان انت مصاحباها، انت بيبقى ايه احساسك وايه رد فعلك؟ هو انا ماما مش بتعترض على صحابي بصراحه، هي بتعترض على افعالهم هم. ده طبيعي يعني، مش كشخصيه، هي بتنصحني. يعني هي ماما بتشوف البني ادم، بتقدر ان هي تبريدكت ايه اللي هيحصل حتى لو بعد وقت طويل. فانا اقعد اعارضها واقول لها لا يا ماما دول صحابي ومش عارفه ايه، في الاخر هي بتطلع صح. فلا هي مش بتعترض قوي على صحابي، هي بتنبهك. طيب. وبتسيبني انا يعني اللي هو انت حره يعني. انا قلت لك وهنشوف في الاخر. طيب ندى، انت بتبقي مقتنعه بكلام ماما ده؟ هي ماما ساعات يعني انا ما بكونش في الاول مقتنعه، بس فعلا لما مثلا افكر بدي لنفسك فرصه افكر بدي الاقي لا ده ماما فعلا عندها حق، هما فعلا صحابي دول عملوا مشاكل كتيره او كده، فببدا ابعد عنهم. تفكري في كلام ماما وتراجعي نفسك يعني. طيب جانا، لو صحابك بيشوفوا حاجات او بيعملوا حاجات ماما قالت لك ان هي ما ينفعش تتعمل او ممنوع ان انت تعمليها او لا يجوز ان انت تعمليها، انت رد فعلك بيبقى ايه لما بتشوفيهم هما بيعملوا حاجه غلط؟ ما انا مره حصل حاجه وبعد كده هي ماما نصحتني، وبعد كده بقى اللي هو بعديها بقيت بنصحهم. يعني اللي هو انا مش بقول حاجه، اللي هو ماما اللي هو مثلا بتلاحظ ساعات فبتيجي تقول لي، انا مش تروح تقول لهم هما مثلا، بتقول لي انت المفروض تروحي تنصحيهم وبتاع. هي مقتنعه ان هي وهي عارفه واثقه ان انا مش هعمل نفس الحاجه، بس هي عايزاني اللي هو ان انا اكون بنصحهم. يعني بتنصحيهم يعني. مش بتتجاهلي الموضوع؟ لا كنت بعمل كده فعلا، كنت بتجاهل الموضوع اللي هو ما بعملش اي حاجه، وساعات بجريهم، وده كان غلط يعني، بس دلوقتي اللي هو بنصحهم. جميل جدا. طيب رنا، انتي ما شاء الله عليكي اجتماعيه وحبوبه جدا 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 يعني، قولي لي بقى انتي سهل تكتسبي اصدقاء بسهوله ولا الموضوع صعب بالنسبه لك؟ يعني بسهوله بتكوني اصدقاء في اي مكان بتكوني موجوده فيه وكده ولا؟
انا بمجرد ان حد يجي يتعامل معايا او الاقي ان هو مثلا قاعد لوحده فاروح اكلمه كده بنندمج بسرعه جدا جدا جدا، وبشوف اللي قدامي ده يعني شكله مثلا شكله شخص هادي، فحاول اخليه اطلعه من الشل الهدوء اللي هو فيها دي واتعامل معاه. عايزه يبقى عفريت زي رنا. اه علشان بيبقى الشخص الهادي ده بيبقى جواه حاجات عايز يعملها بس مش حاسس ان هو مستريح قوي ان هو يطلع ما شاء الله عليكي. انت كمان ده انت بتحلليهم نفسيا يا بخت اصدقائك والله. ما شاء الله عليكي. وعلى طول بحب اختار مثلا اللي قاعد لوحده اروح اقعد معاه، ما احب يعني لو لقيت مجموعه واحد قاعد لوحده اروح اختار اللي قاعد لوحده. انت اكيد عندك اصدقاء كتير بقى جدا. مش قوي بقى، بحب انقي يعني عندي معارف كتيره بس صحابي اللي بجد بجد 3 4 بحب انقيهم. هو ده المفروض ان احنا يعني مش بعدد الاصدقاء يعني. طب بالنسبه لاصدقاء السوشيال ميديا، مش حاسين ان اصدقاء الانستا والسوشيال ميديا والفيسبوك اثروا على الاصدقاء الحقيقيين؟ واحيانا لو مختلفين بيبعدونا يعني، بنندمج في السوشيال ميديا ومعنينا ما بنقابلهمش تقريبا خالص. بنندمج في السوشيال ميديا واللي هو لا مش قادر اخرج النهارده انا قاعد على الفيسبوك، لا مش قادر اخرج النهارده عندي مش عارفه مين اكلمه على الانستجرام كده. رامي شايف ان اصدقاء السوشيال ميديا اثروا على اصدقائك الحقيقيين؟ اخذوا كتير من وقتك ومن مجهودك ومن تفكيرك في حال ان هم اساسا مش موجودين واقع زي ما قالت رنا، مش بنقابلهم مش بنشوفهم. انا بتكلم على اللي انت ما تعرفهمش مش على اصدقائك اللي اوريدي هم فريندز عندك. هو اثر بس مش قوي، لان انا مثلا صحابي تعرفت عليهم على السوشيال ميديا اكيد بروح اقابلهم برضو، اتقابلنا مره 2 3 بقينا اصحاب اكتر. طب شايف ان هم زي اصدقائك اللي بقالهم سنين معاك؟ يعني هل ده يتساوي الاثنين مع بعض اللي انت عرفتهم عن طريق السوشيال ميديا وقابلتهم مره واثنين وبقى يعني في شويه ممكن؟ لا ما احنا بقينا اصحاب وبتاع واخدين على بعض يعني في منهم بقوا اصحابك فعلا حقيقيين؟ وهل فعلا طلعوا كويسين ولا لا؟ في منهم طلع كويس، في منهم وفي منهم يعني في 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 كده وفي كده. عشان كده احنا لازم نختار كويس جدا الاصدقاء حتى اللي على السوشيال ميديا، لازم نختارهم كويس جدا. ولو حسينا في اي لحظه ان ده مش حد كويس او مش صديق بمعنى الكلمه، المفروض ان احنا على طول بنبعد عنه لان مش دايما بيطلع كويس. طيب قولي لي يا سلمى، هل اتعرضتي لموقف بين لك الصديق الحقيقي فعلا من الصديق اللي عامل نفسه صديق؟ انا من فتره عملت عمليه، فساعتها عرفت مين فعلا صاحبي، مين كلمني او جه زارني بس تقضيت واجب عشان يبقى اسمه اللي هو جنبي وكده، مين كان فعلا خايف عليا وكان فعلا مهتم يعرف انا كويسه ولا لا. من ساعتها وانا فعلا حسيت ان انا شايفه الدنيا غلط قوي، لاني اديت قيمه لناس ما كانوش يستحقوها اصلا، وكنت مديه وقتي كله وخناق مع ماما ومع بابا لناس والحاجات ما يستاهلوش ربع ده. فمن ساعتها اتعلمت ان انا احط حدود لعلاقتي معاهم، و يعني اتعلم ان مش اي حد اخرج معاه اهزر معاه يبقى صاحبي، لان فعلا وقت الشده هو بيبان مين صحابي. وبصراحه صحابي لقيتهم في اماكن ولقيتهم يعني كانوا قدامي من اكتشفتيهم سنين. ايوه كانوا قدامي بقالهم سنين فعلا، ولما كنت محتاجه حد اتكلم معاه لقيتهم قدامي غير صحابي اللي كنت متوقعه ان هم يكونوا جنبي. يعني حكمه جميله جدا قالتها لنا سلمى، لازم ناخد بالنا منها ان مش اي حد عامل صاحبك هو فعلا صديق حقيقي. بالشده هي بتبين فعلا مين الصديق الحقيقي. الف سلامه عليكي يا سلمى، وانا مبسوطه ان انت قدرتي تعرفي مين اصدقائك الحقيقيين. ندى انت هل حصل حاجه برضو يعني حسيتي كده باحباط؟ ان انا كانت جات لي فتره برضو كنت تعبانه جدا ومكنتش باجي المدرسة خالص عشان تعبانة، فكان في ناس من صحابي اللي أنا كنت أحبهم جدا ولا سألوا عليا ولا حتى سألوني غيبتي ليه من المدرسة ولا أي حاجة. وناس تانية اللي مكنتش متوقعة منهم أصلا هم اللي جم وسألوني ويسألوا عني ويطمنوا عني كل يوم. جميل قوي على فكرة انتوا عندكم الوعي ان انتوا طول الوقت يعني تاخدوا بالكم من الحاجات دي عشان تقدروا تختاروا فعلا الصديق الحقيقي. جنى ممكن تقولي نصيحة لأصحابنا اللي في البيت اللي شايفينك وشايفيننا كلنا النهاردة، يختار الصديق الحقيقي ازاي؟ يختار ايه؟ هو انا بالنسبة لي اكتر حاجة بشوفها الاونست، يعني لو حد يكون صادق معاك او اللي هو ما فيش كذب او اللي هو كده، يعني
اللي هو لما يكون في فرق بين الحد صديق ان هو بيفيك الموضوع وحد تاني اللي هو بيبقى فعلا حد يعني ان هو مش واضح ومش صريح ومش بتستفيدي منه او يعني مش باين ان هو بيحبك بجد. رنا تحبي تضيفي لنا حاجه؟ ان الصحاب مش بالخروجات، مش بالصور، مش بتقضيه الوقت اللي احنا نقعد نضحك ونهزر ونلعب فيه. الصحاب الحقيقيه لما تبقى في موقف وتبقى مش متوقع ان حد ممكن يجي يسندك وتلاقي الشخص ده جه سندك. ممكن ما تبقوش بتخرجوا، ما تبقوش بتقعد مع بعض في مدرسه، ما بتقوش تتكلموا مكالمات كتير والشخص ده يقف وراك، مع ان كل الناس اللي بتخرج معاها دي ما حدش فيهم حس اساسا انك في مشكله اصلا. انا عايزه اقول لكم ان انتوا النهارده جمال جدا، الكلام اللي قلتوه في منتهى الجمال والروعه. انا عايزه اقول لكم ان حتى الكبار هيستفيدوا من الكلام الحلو قوي اللي انتوا قلتوه، ازاي فعلا يقدروا يعرفوا مين صديقكم الحقيقي ومين اللي مش حقيقي. انا مبسوطه قوي قوي ان انتوا كنتوا معايا النهارده، وان شاء الله ولازم كمان نبقى مع بعض في المعسكر اللي جاي واللي بعديه واللي بعديه، لان دي فعلا بتخلينا عندنا ثقه في نفسنا وبتخلينا ازاي نكتسب الاصدقاء بشكل صحيح، وازاي نتعرف عليهم، وازاي ممكن نساعد بعض ونبقى احسن طول الوقت. اشوفكم مع بعض تاني ان شاء الله الكامب الجاي، لازم نكون مع بعض في اقرب وقت. ومرسي جدا ليكم النهارده، متشكره قوي قوي ان انتوا جيتوا النهارده. ان شاء الله هنطلع فاصل وهنرجع تاني. اوعوا تروحوا في اي حته. ورجعنا لكم تاني، ويومنا عن الصداقة، وزي ما اتكلمنا عن المعسكرات اللي احنا بنعملها وازاي البلاد بيبقى رد فعلهم عليها، كمان عايزين نتكلم عن الفصل التربوي اللي احنا عملناه الفترة اللي فاتت، وكان في كلية التربية جامعة عين شمس روكسي بالتعاون مع مركز الإرشاد النفسي مع البلاد اللي كانوا معانا، وقعدنا مع بعض 4 شهور وهما كانوا ازاي بيتعاملوا مع بعض وازاي اتكونت ما بينهم صداقة. نتعرف مع على أصحابنا اللي معانا النهاردة. انا اسمي خالد وليد فوزي وعندي 16 سنة. انا روزانا نادر وعندي 15 سنة. جانا طبعا معانا من من المره اللي فاتت برضو، جانا كانت موجوده معانا في الفصل التربوي الاول. خالد انا عايزاك تحكي لي بقى عن تجربتك معانا في الجامعه وصحابك اللي انت كونتهم معانا. انا اول ما جيت كنت مش عارف حد، و كنت حاسس انك لوحدك قوي صح؟ مش عارف اعمل حاجه ولا عارف انا بعمل ايه اصلا يعني. بس بعد كده لقيت نفسي بدات اخد على المكان، لقيت في تيم ورك، بخش معاهم اساعدهم واشوفهم محتاجين ايه واعمله. مين اكتر حد صاحبته في الفتره كريم. دي كان كريم، لان هو كان معاك في نفس السن، هو كان كوترينر برضو موجود معانا، كان ولد رائع جدا ونشأت بينكم صداقه. طيب احكي لي بقى كمان ايه الحاجات اللي انت عملتها في الجامعه، المهام اللي كانت بتطلب منك وكنت بتقوم بيها، وكنت بتقوم بيها ازاي، ومين كان بيساعدك؟ انا كنت مثلا كنت بمثل الشخصيات، كان بيقولوا لي شخصيات عريضه ده للاطفال يعني، واوريهم القيمه بتاعتهم يعني كل شخصيه ايه القيمه اللي هي بتطلعها. كنا كل يوم تربوي او كل يوم تدريبي احنا لينا شخصيه هي بتمثل قيمه اليوم. خالد هو اللي كان بيمثل الشخصيه دي اوريدي للاطفال. قول لنا ايه الشخصيات اللي انت مثلتها. مثلت انور السادات، ومثلت محمد صلاح، وابراهيم الفقي. طيب ممكن تقول لنا ايه اللي استفدته من كل شخصيه من دول، لان انت كنت بتقرا عنهم السيره الذاتيه بتاعتهم وبعدين بتمثلهم، فممكن تقول لي ايه اللي استفدته؟ هو كان كل شخصيه كان ليها قيمه يعني، طريقه هدفها يعني، كان اصرار طبعا، كل واحد كان ليه اصرار بطريقه معينه يعني، كل واحد فيهم استفدت منه. اكتر حاجه اكتر يعني صفه لفتت نظرك او اثرت فيك قوي في شخصيه من الشخصيات دي كانت مين؟ محمد صلاح. في ايه؟ ان هو لعيب وصل مصر، وصل كم كبيره، هو كان ازاي كان عنده اراده ان هو يحافظ على مستواه، يحافظ على نفسه، يوصل للمستوى ده. روزانا شكرا يا خالد. روزانا انت كنت سفيره الصداقه. طبعا احنا كان عندنا سفراء، كل شهر بيتغير السفير، هو مسؤول عن قيمه من القيم، هو السفير بتاعها يعني، هو اللي بينشرها وبيحافظ على وجودها وسط اصحابه. قولي لنا بقى يا سفيرة الصداقة انت كنت بتعملي ايه؟ هو الاول لما جينا كلنا ما كانش في حد يعرف بعض، تمام؟ والاطفال كانت بتحب انها تقعد لوحدها وتنعزل عن الناس، وما يعني بتخاف انها مش واخدين على بعض وبتخاف انها تعمل صداقات. انا كسفيرة صداقة
بقيت اروح للاطفال واقول لهم انتوا ليه مش قاعدين مع بعض، ليه مش بتتعرفوا مع بعض، ليه مش بتتعرفوا على بعض، ليه ما اكسروا الحاجز ده ان انتوا يعني حاولوا انكم تقعدوا تتعرفوا على بعض وتكونوا اصدقاء، لان الاصدقاء دي احسن من الوحده. وفعلا يعني انا اثرت فيهم، بقوا دلوقتي في اولاد كتيره لما ما بقتش تحب تقعد لوحدها بقت هي لوحدها الانشطه وتبداي تخليهم يشتركوا مع بعض فيها، او بقت هي لوحدها تجيب الحاجه اللي هي نفسها فيها وتروح قاعده جنب صديقها وتروح قالت تعالي العب معايا ككوترينر بقى مع بعض. احنا ككوترينر يعني بالنسبه للاطفال قدوه، فاحنا قبل ما نعرف الاطفال معنى الصداقه وازاي يبقوا اصدقاء لازم احنا الاول نكون اصدقاء مع بعضينا. لازم نتعامل كتيم بيلدينج، كفريق. لازم يكون عندها روح كمان. وهل ده كان موجود فعلا؟ هو فعلا كان في الاول، لا لان احنا ما كناش عارفين نتعرف مع بعض، لكن بدانا بقى يعني قلنا في نفسنا طب احنا ليه ما نكسرش الحاجز ده، ليه احنا يعني ليه نبقى لوحدينا كده، ليه ما نقعدش نتعامل مع بعض ونتشارك مع بعض ونتعاون مع بعض. وفعلا كنتوا بتعملوا فعلا انشطه جماعيه جميله جدا. وفعلا احنا كسرنا الحاجز ده وقلنا لا تعال بقى نتعامل كتيم بيردلينج كده، لان احنا قدوه للاطفال، فاحنا لما بنبقى قدوه للاطفال اطفالهم بيتعلموا مننا، واحنا فعلا بنوصل الفكره اسرع. جنى كانت معانا برضو، جنى جنى برضو من ضمن الكوترينر معانا برضو، كنا بنتعامل مع بعض وبنعمل أنشطة كتيرة، برضو مع بعض. قولنا يا جنى انت تجربتك في الجامعة ككوترينر، ايه الصداقات اللي اكتسبتيها بقى بعيد عن الكامب؟ لوجي كنت اعرفها اوريدي، بس الباقي بقى كانوا ناس بقى هي عرفتني عليهم وناس انا عرفتهم لوحدي مثلا زي روزانا وكده. استفدتي من الصداقة دي ايه؟ حاجات كتير، يعني هم علموني حاجات كتير. يعني في الاول ما كنتش اللي هو يعني كنتش عايزه اجي قوي، او اللي هو ما كنتش مستمتعه بالموضوع. بس يعني الحاجه من اول الحاجات اللي خلتني ان انا اللي هو احاول ان انا استمتع، او اللي هو اشوف حاجه عشان استمتع، اللي هو انا ببقى قاعده مش عايزه اصلا. اول حاجه الفريندز، اللي هو انا اول ما عرفتهم وبقينا والتحفيز اللي كان طول الوقت خلاني اللي هو ابتدي ان انا اشوف حاجات الحياه، بدات تستمتع بالعمل الجماعي اللي انتوا بتعملوه مع بعض. يعني احسن كنتوا بتعملوا لنا مسرح عرايس رائع جدا يعني. أيوة. وارتجالي كمان، يعني كان في اوقات انتوا ما كنتوش بتبقوا محضرين، لكن مجرد ما بتقعدوا مع بعض كده ورشه عمل خمس دقايق بتطلع احلى قصه في الدنيا يعني. الكلام وكل حاجه، وكنا حتى بنرتجل اصلا ساعتها. لا فعلا كانت أيوة. بتبقى جميله جدا جدا جدا. يعني انا عايز اقول لكم ان انا استمتعت جدا بالفصل التربوي بوجودكم معانا. بصراحه كنتوا فعلا جدا رائعين، واتمنى ان انتوا تفضلوا معانا طول الوقت. خالد ورزينة ولوجي واصحابي اللي في البيت اللي ما قدروش كمان يشاركونا النهارده علشان الامتحانات، ربنا معيهم يا رب. طبعا احنا شفنا الصداقه مش رفاهيه، ولا هو وقت فاضي احنا بنضيعه، ولا انا مش لاقي حاجه اعملها فاشوف لي صاحب او صديق اقعد معاه شويه. الصداقة هو فعلا حاجة نفسية، وحاجة احتياج أساسي، حاجة الطفل بيبقى محتاجها لنموه النفسي والصحي والسلوكي، فإحنا لازم نوفرها له ونحاول نساعده إزاي يقدر يوصل لها. مع إن النصايح اللي أنا بقدمها له، وجهات النظر اللي أنا بعرضها قدامه، ببقى طول الوقت أنا يعني شفنا الكامبات قد إيه كانت مهمة للولاد، إن هم استفادوا بيها، إن هم إزاي قدروا يكونوا صداقات، وإزاي قدروا يعرفوا كمان مين الكويس ومين الوحش، ومين اللي أفضل معي ومين اللي مفضلش معي. ولو إحنا لينا أي رؤية أو أي اعتراض على أطفالنا، فلازم يعني الاعتراض ده يكون بشكل غير مباشر وما يكونش بشكل قوي أو عنيف. انا بديله نصايح وبستنى ان هو يشوف النصايح دي ويفكر فيها ويفكر ازاي ينفذها، يفكر ازاي يعملها، ازاي يوفر له الجو اللي يكتسب منه الاصدقاء، وما خليش طول الوقت قاعد وقافل على نفسه وبس يعني محتضن الموبايل واصدقاء السوشيال ميديا الغير حقيقيين. طبعا احنا ان شاء الله هنتوقف فتره علشان امتحانات اطفالنا الحلوين، بس ان شاء الله هنرجع برضو ونتواصل مع بعض تاني. شكرا جزيلا، اشوفكم قريب ان شاء الله.